يعطيكم العافية متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ هذا الموضوع نفس موعدكم، موضوع الخلطة الثلاثية. أول شيء بنبتدي ونقول شنو يعني الخلطة الثلاثية؟ من اسمها الثلاثية يعني ثلاث أشياء، وخلطة يعني تنخلط مع بعض. راح تكون عبارة عن ثلاث كريمات، طبعا لكل واحد ممكن يكون اسم مخالف اسم غير، ولكن قاعد أحط لكم المتعارف عليهم عندنا، اللي هو الألفا كورت، لأن في نسبة كورتيزون ينخلط مع الهاي كوين 4% وهو مفتح أو مبيض، والدفرين كريم أفضل لأنه أخف من الجل كخلطة وجودة بالخلطة، وينخلطون كلهم مع بعض، وهذا ما يسمى بالخلطة الثلاثية. فأول شيء نبتدي فيه نقول شنو هي الخلطة الثلاثية. ثلاث كريمات، نأخذ نقطة من كل واحد منهم ونخلطها مع بعض ونطبقها على المنطقة المراد تفتيحها، وغالبا هي المنطقة المناسبة للوجه. الحين راح نعرف كل منطقة وين وشنو أفضل وشنو الاختيارات، وهل في بديل كريم واحد موجود فيه هذا كله. أوكي راح أقول كل شيء. كنت بادية كذي قاعد أكتب بخطي، بعدين قلت لا أكبتشر لكم وأكتب لكم عليه يكون أوضح، عشان على الأقل تقدرون تقرونه. اوكي، فالخلطه الثلاثيه ما قلت كورتيزون، وهو الهيدروكورت، هذا وايد بسيط حتى بالاطفال الاشهر نقدر نستخدمه، فوايد خفيف الكورتيزون اللي فيه، وممكن يجي بطريقه هذه هيدروكورت، شوفوا حطيت لكم هذا، يا هذا راح يكون اوكي. والهاي كوين ممكن يكون الدوكوين، بس لازم يكون مفتح 4%، والمقشر الدفرين او الاكريتين يكون موجود. فلازم اقول لكم كل واحد وشنو ممكن يكون موجود بداله، بس ك كل التركيبات تكون وحدة وراح تعطي نفس المفعول. هذه الكريمات متوفرة بالمراكز الصحية لدى أقسام الجلدية بالمجان، هذا تلقونه حتى بدون أقسام الجلدية، سواء هذا أو هذا أوكي، بس هذيلا لازم بأقسام الجلدية تلقونه بالمجان أو تلقونه برا، بس عادة بعض الصيدلات ما تعطي بوصفة، وأنا معاها هالشي، يعني أنا مع أنه يتاخذ عن طريق وصفة، لأن الطبيب راح يشرح لكم ويقول لكم، وما يصير تستخدمونه أنتم بشكل عشوائي، تمام؟ فهذه كبداية اللي قلت لكم عنهم التركيبة. الحين نروح حق الشرح اللي بعده، إني حق الغرض الأساسي من هذه الخلطة، حق شنو تستخدم هذه الخلطة، وشنو الأماكن اللي يفضل استخدامها والأقل تفضيلاً واللي ممنوع نستخدمها عليها. الحين راح أقول لكم باختصار، هذه تستخدم لتفتيح المناطق بالبشرة اللي فيها تصبغات أو كلف أو آثار حب شباب، فتفتح هذه التصبغات السمرة بالبشرة، فتوحد لون البشرة. شنو الأماكن المفضلة لاستخدامها؟ منطقة الوجه، ولكن المناطق الأقل تفضيلا اللي هي المفاصل، لأن في بعض الناس تصير عندهم ردود فعل عكسية، وخاصة أن المناطق هذه تكون خشنة مناعمة مثل الوجه. الأماكن اللي ما تستخدم، لاحظوا أن أماكن مفضلة وأماكن أقل تفضيلاً وأماكن ما تستخدم عليها، هي المناطق الحساسة، ما تستخدمونها لأن فيها مقشرات قوية مثل الدفرين، أو إذا شلنا الدفرين بنحط الأكريتين تظل الخلطة نفسها، ولكن كذلك ما تنفع حق المناطق الحساسة، تمام؟ طريقة استخدامها دكتورة، حلو، إذا بنستخدمها على الوي ونبي نخلط منها ونبي نطبقها على الأماكن السمرة من وينها، أو اللي فيها مشاكل أو فيها آثار أو فيها كلف أو تصبغات، حد شباب وصار فيه من وراء تصبغات، طيب راح تاخذين نقطة من الألفا كورت ونقطة من المفتح الهاي كوين، وهذه الكريمات الهيدروكوينون 4%، أو تقدرون تستخدمون بدال الالدوكوين، المهم أنه يكون 4%، أوكي؟ دفرين تاخذون منه نقطة، تخلطونهم مع بعض بيدكم وتحطونها على الوجه، إما بالكامل إذا التصبغات منتشرة أو على المكان اللي يحتاج علاج. هل من أول يوم أحطه وأنام فيه؟ لا والله، تدرجوا، مثلا أول أسبوع تستخدمونه ثلاثة أيام بس بالأسبوع، وتخلونه ساعات معينة، مع الوقت تقدرون تنامون فيه. يعني أول أسبوع تدريجي، ممكن كل يومين تحطونه مرة كم ساعة وبعدين تشيلونه، بعدها تقدرون تستخدمونه يومي وتناموا فيه. نقطة مهمة 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 بنات أو شباب، رجاء لا تجيبون علبة إنزين وتعصرون فيها كل كريم الدفرين وكل كريم الهاي كوين وكل كريم الألفا كورت، تخلطونها وتحطونها، غير قابلة للتخزين. هذه من العبوة نفسها، تأخذون نقطة عشان لا تتأكسد، عشان لا يحوشها، عشان لا يصير مفعولها مو زين،
وبعدها تستخدم. بكل مرة تبي تستخدمين تخلطي خو نقطة 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 بتاخذين من كل واحد وتطبقينه، ما يبي لها يعني ما راح تحسون ان عيزانين او مالكم خلق، تمام؟ فهذه النقطة وجب التنويه عنها، لان كثير من البنات او الشباب يحطونها بعلبة من العيز ويخلطونهم كلهم مرة واحدة ويحطونهم. لا، بكل مرة تاخذين نقطة نقطة نقطة، كل واحد حجمه غير، كل واحد كميته غير، فيفضل تاخذين نقطة 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 وتخلطينها وتستخدمينها بنفس الوقت. ونفس ما قلت لكم الاستخدام تدريجي، والحين بحط لكم شلون. الحين عرفتوا المغزى؟ شيء يقشر التصبغات، شيء يفتح التصبغات، وشيء يقلل التهيج اللي ممكن يصير خاصة من الهاي كوين، اوكي؟ فلازم نحط شيء فيه كورتيزون خفيف، ترى هاي الهيدروكورد. شوفوا خل اراويكم هذا كم؟ 1%. عشان شي قلت لكم يا هذا يا هذا، ليش دكتوره هذا مو رويتكم 1%؟ عشان لا يعني مثلا تحتارون وتقولون ابي هذا غير دكتوره طريقته وهذا، لا، اقروا هيدروكورتيزون يكون 1%، وشوفوا هذا هيدروكورت، بس تعال هني شوفي 1% هيدروكورتيزون 1%، فاحنا ماشيين صح، سواء هذا او هذا ينخلط مع الخلطه الثلاثيه، اوكي؟ انزين الهاي كوين هم في نفس طريقته، بس الدوكوين 4%، اوكي؟ هو هيدروكوينون. الدفرين افضل ان تبتدون بكريم الدفرين اخف، اذا انتم حابين تبتدون ممكن تحطون الاكريتين، تمام؟ بداله، طبعا شيء بدال شيء، مو كلهم مع بعض. اني الحين الخلطه هذه منو اللي ما يستخدمها؟ اللي المفروض ما يستخدمها، موانع استخدامها، وهذه مهمه، نقطه مهمه. ما يصير يستخدمها الحامل والمرضع. ليش؟ بكل بساطه ان فيها دفرين، بتشيلين الدفرين بتحطين اكريتين. ما يصير تستخدمها الحامل والمرضع، ما يصير تستخدمونها للمناطق الحساسة، لأن في مقشرات قوية ممكن تسود لك المنطقة زيادة بدل لا تعالجها، تمام؟ فهذه النقاط لازم تحطونها بعين الاعتبار، اللي هي موانع استخدامها. إني الحين شوفوا ترى مرتبت لك الموضوع من 4 العصر قاعدة تقريباً، وقاعدة أجهز البوستات هذه اللي كبشرت لكم إياها عشان لا يصير خط إيدي وما ينقرأ واضح، وإن شاء الله واثقة المعلومات اللي حط لكم إياها وكذي، فعشان يكون كل شيء واضح، كل شيء واضح بنات وشباب عندكم. زين دكتورة أنا ما أبي مثلا أخلط كل مرة، مع أن هذه الخلطة ترى أفضلها عن الكريمات الجاهزة، صراحة أقول لكم يعني حق بالنسبة حق الخلطة الثلاثية في أشياء أهم بالنسبة لي، ما ابتدي بالخلطة الثلاثية لما البنت او الشاب يجيني حق تصبغات، ابتدي باشياء اخف، الفا اربوتين، فيتامينات سي شوية بدرجة عالية افضل ابتدي فيها، بعدها حق الخلطة الثلاثية. بس هذا لان في منها يكون مفعولها سريع، صدق ان في نتائج عكسية بس كثير منهم يكون عندها مفعول سريع، بس ايبة انه بس تهدينها ممكن ترد التصبغات والسبة، هذا اللي مو مخليني احبها هذا. بس ترى كثير من الناس ما شاء الله النتائج معاها روعة، عشان كذي نقدر نشرحها. شنو بديل؟ نبي كريم بديل دكتورة، ما انت قلتي مثلا ما يصير نعصر كل واحد فيهم وشوها، مع اني افضل هذيلة ترى على الكريمات الجاهزة، سبحان الله يعني مفعولهم ما ادري ما نشوف فيها وايد نتائج عكسية. بس في كريمين للأمانة اللي مخلوطين جاهزين، فيها شوية كورتيزون، فيها هاي كوين، فيها دفرين، في ترايلوم وفي بيج منور. بس افضل بيج منور، طبعا طلعت صورهم لان انا اساسا انا جايبه هذيله عشان اشرح لكم عليهم، تمام؟ هذيلاك اللي جاهزين يكونوا موجودين، ما عندي اياهم، بس طلعت لكم صورهم شنو هم عشان لا تروحون تاخذون اي شيء لو بتاخذون. زين وغالبا اعتقد لازم تاخذونهم بوصفات، وخاصه اذا كان فيهم نسبه مقشرات عالية. المهم شنو بديلهم؟ قلنا الترايلوما والبيج منور. البيج منور حلو فيه ان الخلطة مالت الكورتيزون لا تتعدى 1% اللي قلت لكم عنها، 1% شايفينها؟ لكن الترايلوما عيب ان الكورتيزون اللي فيه وسطي، قوته وسطية، فعشان كذي ما افضله، وشرحت لكم وبحط لكم الكابتشر. اما الحين بكابتشرت لكم اللي هو البديل، اللي هو كريم واحد، قلت لكم ترايلوما وبيج منور، وافضل البيج منور عشان تعرفون شكلهم وتعرفونهم هما يكونوا موجودين، وهما يكونون نفس الخلطه الثلاثيه، ولكن الترايلوما مشكلته ان الالفا كورت اللي فيه مو خفيف، يعتبر وسطي، هذا 1% يعني الخفيف، اما بالبيج منور يكون خفيف. الحين كابتشروا الصوره الجايه عشان يكون عندكم فكره وتكون الصوره موجوده عشان لو بتقارنون وتعرفون التركيبات. في منهم يقولون دكتورة إذا أنت مثلا تبتدين هذه
او اذا انت ما تبي تبتدين هذه شنو ممكن تعطين حق كلف تصبغات وهاي اشياء؟ انا يعني انا بالنسبه لي السكن اورين حلو، الفيتامين سي عند بعض اللي بشرتهم حيل حساسه لما يكون شوي نسبته عاليه يعمل كتقشير، جلايكوليك اسيد او حماض الفواكه، الالفا اربوتين، هالامور هذه كلها ان شاء الله راح احط لكم اشياء امثله يوم السبت، لان يوم اليوم دائما اخذه اوف وبريك يكون مع اهلي ونستانس. فهذه اختيارات وايد، يعني بالنهايه الدكتور شاطر يعرف شنو يبتدي وحق اي نوع بشره يبتدي، وهالاشياء عشقي يعني لله المنه والفضل، ربي معطيني فيها القدره اني اميز نوع البشره وشنو ينعطى حقها، حساسه تحمل ولا لا، ممكن اجرب واسوي معاها متابعه لصيقه بحيث اي شيء يصير ممكن نقلب على طول ونغير. وبس هذا موضوعنا اليوم.